السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته مشاهدينا الكرام، لا تنسوا الاشتراك في القناة وتفعيل الجرس ليصلكم الجديد وشكرا. رشح لاعب المنتخب الجزائري رامي بن سبعيني المنتخبين الوطني المغربي والسنغالي للتتويج بلقب كأس إفريقيا توتال الكاميرون 2021 المزمع إجراؤها ما بين 9 يناير والسادس من فبراير بمشاركة 24 منتخبا. وقال الظهير الأيسر لمنتخب الخضر في تصريح لقناة MBC ورشح المنتخبين المغربي والسنغالي إحراز اللقب الإفريقي في الكاميرون، ويدخل الجزائريون هذه النسخة القارية بصفتهم أصحاب لقب الدورة الماضية التي أقيمت بمصر سنة 2019 بعد تفوقهم في المقابلة النهائية على السنغال بهدف نظيف أحرزه المهاجم بغداد بنجاح. ويتواجد رفاق بن سبعيني في المجموعة الخامسة التي تعرف حضور سيراليون وساحل عاج ثم غينيا الاستوائية، وسيخوضون مقابلتهم الأولى في المنافسة الإفريقية بمنازلة سيراليون يوم الثلاثاء المقبل. يشار إلى أن المنتخب الجزائري يجري منذ عدة أيام تربصا إعداديا بدولة قطر في إطار تحضيراته لمنافسات الكان على أن يشد قريبا الرحال إلى الكاميرون لحضور المسابقة. تفاعلت صحيفة ARMC الفرنسية مع الترتيبات التي قامت بها الجامعة الملكية المغربية لكرة القدم حرصا على سلامة لاعبي المنتخب المغربي من الإصابة بالوباء تاجي طيلة مقام المنتخب المغربي في الكاميرون استعدادا للمشاركة في نهائيات كأس أمم إفريقيا توتال الكاميرون 2021. وارتأت بعثة المنتخب المغربي حملة 5 أطنان من المعدات والمؤن المرتبطة بالتغذية بالإضافة للمياه المعدنية ومواد تعقيم لتطهير فندق الإقامة، فضلا عن أفرشة للنوم للاعبين وكل أفراد البعثة، بالإضافة إلى طاقم متكامل يتكفل بالطبخ ومساعد سيستغلون في الفندق بدلا من العاملين الأصليين الذين سيحالون على الإجازة مؤقتا. وفي تعليقها على الأمر كتبت صفحة الموقع المذكور على فيسبوك بخصوص الإجراءات الاحترازية التي قامت بها بعثة المنتخب المغربي: في الأوقات العادية نعتبر المدرب وحيد أحمقا، لكن مع مرور الوقت يمكننا القول أن نظرته صائبة. ومن المعلوم أن جماهير الأندية الفرنسية التي قادها الناخب الوطني كانت تنتقد وحيد خليل جيتش فيما يخص صرامته مع اللاعبين وحرصه الشديد على كل التفاصيل المتعلقة بالفرق التي يدربها. يذكر أن المنتخب المغربي قد حط الرحال في الكاميرون أول أمس الأحد في رحلة مباشرة امتدت لـ6 ساعات، علما أن القرعة أوقعته في المجموعة الثالثة إلى جانب جزر القمر والغابون وغانا التي سيواجهها في العاشر من هذا الشهر.